السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أول حاجة قبل ما نكتب أي كود إحنا عاوزين نفهم إيه اللي إحنا بنعمله ده. هو اللي إحنا بنعمله بالظبط إن إحنا بندي instruction أو بندي أوامر للكمبيوتر بلغة معينة وهي لغة البرمجة اللي إحنا بنكتب بيها. هو الكمبيوتر بيترجمها وبعد كده بينفذها، يعني هو بعد ما بيترجمها للغته اللي هي الماشين لانجوج بيخش ينفذها ويدينا الناتج اللي احنا عاوزينه. فكل اللي احنا بنكتبه هنا اكواد برمجية هي عبارة عن اوامر انا بطلب من الكمبيوتر تنفيذها. فتعالوا مع بعض، احنا في لغة الدارت احنا عاوزين نعمل اول برنامج لينا، وهو برنامج بيطبع كلمة هالو وورلد، اهلا بك ايها العالم. طبعا ده اول برنامج برمجي بيطبع في اي مكان، او اي حد بيتعلم برمجة بيتعلم البرنامج ده اول حاجة ليه في الحياة كلها. فاحنا عشان نعرف ازاي هننفذ البرنامج ده تعالوا مع بعض نخش على طول ننفذ. اول حاجة انا عاوز اعمل function هنا اساسية اسمها المين function. تعالوا كده نكتب بس معايا void main، وبعد كده نديها البراكتس الدائرية وبعد كده الكيرلي براكتس ونخش. بصوا كده ايه اللي انا كتبته ده. اللي انا كتبته ده حاجة اسمها المين function. المين function هي الفانكشن الاساسية الحاجات اللي جواها بتتنفذ. يعني احنا في الدورة دي احنا هنكتب 100% من الكود بتاعنا جوه المين فانكشن، لان اي حاجة تانية بكتبها بره المين مش هتتنفذ جوه الا لو انا استدعيتها جوه المين فانكشن بطريقة او باخرى، ودي مش هنعرفها الدورة دي. ان شاء الله في الدورة الجاية 102 دارت 102 ده هنقدر نعرف فيها الفانكشنز والميثود. فتعالوا مع بعض احنا عاوزين نطبع كلمة اسمها هالو وورلد. طيب نطبع يعني ايه نطبع؟ هنا نطبع بلغة البرمجة الدارت بأمر اسمه print. طبعا انا كتبته بدل المين كنترول زد، المفروض اكتبه هنا جوه امر اسمه print. طيب البرنت هنا ده امر الطباعة عندي في لغة الدارت، فانا هكتب جواه مثلا hello world world ونحط في الاخر سيمي كولون. فده امر الطباعة بالنسبة لي. انتوا لو انتوا بصيتوا كده هتلاقوا ان اللغة قريبة من اللغة الانجليزية خالص، بحيث ان انا ممكن كبني ادم عادي افهم ايه اللي مكتوب، وده حقيقي لان هو فعلا ده هدف من اهداف الهاي ليفل لانجوج، لان احنا بنكتب بيها دي هاي ليفل لانجوج، واي لغة برمجية موجودة في السوق هي هاي ليفل لانجوج. ده معناه انها لغة متقدمة جدا، اقرب الى اللغة الانجليزية او اللغة الانجليزية الحالية اللي احنا بنتكلم بيها او الناس العاديين بيتكلموا بيها. طبعا دي مش اللغة اللي الكمبيوتر بيتعامل بيها، الكمبيوتر بيتعامل بالزيرو والوان، وعشان كده في هنا يعني انتربريتر او كومبايلر. الكومبايلر ده هو اللي بيحول اللغة يعني بعد ما تمشي في كذا خطوة كده لغاية ما توصل للغة الآلة اللي هي الزيرو والواحد. وبعد ما بتوصل للزيرو والواحد الكمبيوتر بيفهم في الحالة ديت وبينفذ، لكن هو الكمبيوتر ما بينفذش دي على طول مباشرة. يعني احنا دي معمولة للمبرمجين عشان يقدروا ان هم يسهلوا على نفسهم الاوامر البرمجية ان هم يكتبوا اكواد بشكل اسهل. يعني فتعالوا مع بعض، احنا كتبنا برنت وده امر الطباعة، وكتبنا جواه هالو وورلد، ده معناه ان احنا عاوزين نطبع كلمة هالو وورلد. لو احنا اتكينا ران ايه اللي هيحصل؟ بصوا هنا في الكونسول هتلاقي الكلمة اتطبعت قدامي. اذا امر الطباعة ده بيطبع اي حاجة في الكونسول. ايه الكونسول؟ الكونسول دي حاجات كتيرة عندنا في الكمبيوتر بتتعامل بالكونسول، اولها التيرمينال. لو انتوا عارفين التيرمينال تعالوا اعرفها لكم اهي، او كتبنا تيرمينال على طول من الكوماند برومت، ده تيرمينال، ده برضو يعتبر كونسول احنا ممكن نكتب عليه اوامر والكمبيوتر بيرد علينا في نفس الكونسول ده. فالكونسول هو شكل من الانترفيس او يعني الواجهة للمستخدم، شكل بدائي جدا، وده اول شكل احنا بنتعامل معاه لما نيجي نتعلم اي لغة برمجة، وبعد كده بنتدرج بالاشكال لغاية ما نقدر ان احنا نطلع منتج نهائي عبارة عن ابليكيشن او غيره، ما بيبقاش فيه كونسول بقى ساعتها. فاحنا هنتعامل في الدورة دي كلها على الكونسول، هنبدأ في كتابة برامج بسيطة في الكونسول هنا نشوف نتيجتها. طيب احنا هنا لو كتبنا اي كلمة تانية، مثلا كتبنا اسلام همام، اسمي مثلا او اسم اي حد اهو اسلام، واتكينا رن، ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لي اي حاجة جوه البرنت.
ليه؟ لان هي دي امر طباعه، فبيطبع اي حاجه جواها. طبعا في فصل، في هنا مسافه، هو طبعا المسافه، يعني انا لو جيت هنا عملت كذا مسافه كده واتكيت رن، هتلاقي اسلام هنا اتحركت بقت هنا. فهو بيطبع اي حاجه جوه الـ يعني الـ علامتين التنصيص دول. وعلامتين التنصيص انا مش لازم اكتبهم بالشكل ده، ممكن اكتبهم يعني يبقوا كده مزدوجين، ممكن يبقوا ثلاثيين كمان ممكن، بس خلينا في المزدوجين والمنفردين دول، يعني نفس الاستخدام بتاعهم عادي. لو انا عملت الثلاثيه بقى بيبقى ليها استخدامات تانية، فهنتطرق اليها ان شاء الله ونعرف الموضوع ده بعدين. فتعالوا مع بعض هنعرف حاجه اسمها الاكسكيوشن فلو، يعني هو بينفذ الكود بترتيب ولا بشكل عشوائي، اي ستيتمنت قدامه ياخدها ينفذها ثم بعدها اي ستيتمنت تانية. لا اكيد في ترتيب. ايه هو الترتيب؟ هو الترتيب الطبيعي من فوق لتحت زي ما احنا ماشيين. فانا مثلا لو جيت هنا في الستيتمنت اللي اسمها برنت دي، وقمت جاي ماسح مثلا اسلام وعملت منها ادي كنترول اكس كنترول في، كنترول اكس ده هو بيعمل اسمها ايه، بينسخها يعني، وكنترول في تاني، عملنا كذا جملة طباعة اللي اسمها برنت. هنحط مثلا في الاولاني نجمة واحدة وليكن ادي نجمة، وبعد كده هنحط هنا نجمتين، فين النجوم، نجمتين، بعد كده التلاتة، بعد كده أربعة، خمسة. ماشي، بصوا كده، تعالوا بس ايه نظبط الدنيا ونعمل برنت. بصوا ايه اللي هيحصل، اللي هيحصل انه هيطبع اول جملة وبعد كده تاني جملة وبعد كده تالت جملة وبعد كده الخمسة. طب انا لو خدت دي مثلا كنترول اكس اهو، خدتها وحطيتها فوق خالص تمام، وقمت عامل رن، ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لي الاولانيه خالص اللي هي فوق، وبعد كده دول، اه طبع لي دي وبعد كده دول. طيب بصوا كده، لو انا قمت عامل هنا كذا مسافه، هل هيطبع دي هنا مثلا وبعد كده دول هيطبعوا من تحت على طول كده؟ ما نشوف. لا ما اتغيرش. ليه؟ لان هو بيطبع اللي جوه علامات التنصيص، ملوش دعوه باللي بره. هو اللي بره دي كلها ستيتمنت واحده بالنسبه له، اول ما انا حطيت سيمي كولون يعني انا بقول له كده خلاص انا خلصت الستيتمنت دي. لو انا قمت واخد الستيتمنت اللي جنبها دي وقمت واخدها مثلا كده وقمت حاططها جنبه هنا، عادي هيطبعها تحتها برضه. ليه؟ لان هي بالنسبه له ستيتمنت تانية. هو بياخد بالترتيب، اول ستيتمنت بعد كده تاني ستيتمنت، اول ما يلاقي سيمي كولون يبقى كده الستيتمنت خلصت، فيخش على اللي بعدها. يعني احنا لو طبعنا كده هيدينا نفس النتيجه دي، او ادانا نفس النتيجه دي. فهو ملوش دعوه بالمسافات اللي هنا، هو ليه دعوة بالمسافات اللي جوه العلامات بتاع التنصيص، هو دي اللي بيعمل لها برنت بشكل حقيقي. يعني انا هنا ما مش هتفرق بقى، احط مسافات براحتي، بس طبعا احنا بنرجح ان يبقى فيه ترتيب للكود كله تحت بعض عشان نبقى فاهمين احنا، حتى يعني يبقى هيومن ريدابل ان احنا كبشر نفهمه تمام. لكن اللي بيلخبط الكود وكده ده بتبقى حاجة فظيعة، محدش بيعرف يقرأ الكود بعديه. وحاجة اسمها كلين كود، الكلين كود هو ان الانسان يكتب كود كويس بحيث يقدر يعدل فيه بعد كده. وهنوصل لمرحلة ان احنا هنشرح فيها الكلين كود، وان شاء الله يعني هنفهمه مع بعض. فاحنا كده عرفنا الاكسكيوشن فلو، ان احنا بنبدأ من الاول ننزل واحدة 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 لغاية ما نوصل للاخر. احنا اول فيديو كده خلصناه، نخش الفيديو اللي بعده عن المتغيرات، نشرح فيه المتغيرات وايه هي المتغيرات وازاي بنستفيد منها، وبعد كده هنكمل مع بعض. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.